والمتوسط، نتكلم عن الجامعي، وين يروحوا هاد الولاد؟ هذه راهي قوة كبيرة، إلا ما قدرش نوجهوها للبناء، هذا القوة هذه راح تمشي باش تهدم. الشباب هذا إلا ما عرفناش كيف نسيروه باش يبني بلاده، هو اللي راح يكون أساس تهديم تاع هاد البلاد. وما هيش لا قضية إيديولوجية، لا قضية دينية، لا قضية عرقية، لا قضية جهوية. الآن الشاب نتاعنا بغى تكون عنده كرامته، والكرامة نتاعو من خلال العمل نتاعو يخدم، ومن خلال أنه تكون عنده سكن. الإنسان لما تكون عنده خدمة وسكن تبدأ في ذلك الوقت أنه يحلم لأشياء أخرى، ولكن هذا سلم مينيموم، هذا أدنى شيء تاع الكرامة تاع الإنسان. إذا كان الإنسان يطلب ما تقدرش تقول عنده كرامة، لكن الانسان اللي مات برا ما كانش عنده كرامه. لكن الانسان تلقى شاب 30 سنه الان راه تقوت مع عند الام نتاعو والاب نتاعو يعطيوه باش يقدر يشري ماكينه اخرى ولا يشرب قهوه، هذا ما عندوش كرامه. الكرامه تبدا من عمل وبطلع من سكن. ولكن احنا في دوله اللي عندنا الاف الملايين ما قدرش نوفر 30 مليون، كان مدن دي فيل اللي فيهم 30 مليون. إن فيل فيها 30 مليون ساكن. إذا كان 30 مليون في هذه الأرض الشاسعة أكثر من 2,500,000 كيلومتر ما قدرش نسيروها بهذه الإمكانيات اللي عندنا، سمحوا لي المستقبل تاعنا راهو أسود. فإن شاء الله في هذا اليوم لنقف أمام ضحايا المستعمر الفرنسي، 45,000 جزائري ماتوا من أجل الحرية والاستقلال، ماتوا من أجل أن نكون سعداء، ماتوا من أجل أجيال إيجاد اللي هما إحنا منهم. لابد أننا اليوم نقف أيضا من أجل الأجيال القادمة إن شاء الله. وفي جبهة المستقبل نناشد كل الإطارات، كل الشباب، كل الشعب الجزائري، معليش ما يجيش جبهة المستقبل ولكن انه يدخل في المعترك السياسي. لابد ان يكون في العمل السياسي، لابد انه يوقف، لابد انه يحاور ونفتح حوار بين بعضنا البعض، لان الجزائر بحاجه لنا، والشباب اللي راهو جاي بحاجه لنا، وايضا الان رانا في عالم ما يرحمش. فاخواتي اخواني ان شاء الله نتمنى دائما نتفائل، ونريد أن يكون مستقبل زاهر لهذا الوطن العزيز. نتمنى أن نكون في مستوى الجيل اللي راه ينتظر فينا، ونتمنى أن نكون مستوى لضحايا 8 مايو 45 ولمليون ونص شهيد ولملايين الشهداء منذ 1830. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.